وفيما بعد يعني باب الشفاعة. ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة من الشفع، الشفع ضد الوتر. فكأن الشفيع يجعل نفسه أو نصيبه شفعا بضم نصيب شريكه إليه. معناه يعني شرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة فيما ملك بعوض. هذا هو معنى الشفاعة. ما هو؟ الشفاعة هو حق في الحقيقة، ليس عقدا. هذا ليس يعني فيما مضى الوكالة والقراض، فكذلك ذكرنا كل هذا عقد عقد. وهذا لا، الشفاعة ليس عقدا بل هو حق، حق تملك قهري. كيف يتملك؟ قهرا يتملك. لذلك أنا قلت ليس هذا عقدا، الملك التملك لا يترتب على عقد بل قهرا يتملك. يثبت هذا التملك القهري يثبت لمن للشريك. فإذا هذا رجلان مثلا عبد أو دار أو أرض مشترك بين اثنين أو ثلاثة هكذا. فإذا أحدهما يبيع حصته لغير شريكه، أحدهما يبيع حصته لغير شريكه، هذا هو الحادث القديم يعني الشريك. إذن هذا الشريك القديم يتملك قهرا بسبب الشركة فيما ملك بعوض. ثم هو يعطي ثمن هذا الشريك الحادث، هو المشتري أولا. نعم، هذا هو الشفاعة. نعم، إنما يثبت الشفاعة لشريك لا جار. في المذهب الحنفي يوجد يعني شفاعة الجوار، أما عندنا لا يوجد شفاعة الجوار بل شفاعة الشركة فقط. في بيع أرل، ما في بيع، في بيع أرل أو في أرل أو دار هكذا، هكذا قال في أرل مبيعة مع تابعها. فإذا هذا يكون لا يكون يعني في جميع مال شركة بل شريك لا جار. في بيع أرل مع تابعها كبناء وشجر وثمر غير مؤبر، ثمر غير مؤبر وفي الأرل يجريها. فإذا هذا يجري في كل ما لا ينقل، الأرل يعني ليس قيدا. وشرط فيه أيضا أن يكون مما لا ينقل من الأرل فلا شفاعة فيما ينقل هكذا. فإذا الشفاعة ليست ثابتة في كل مال فيه اشتراك بل وهذا ثابت في أرل مشتركة أو مال غير منقول فقط. لذلك ذكر المصنف في بيع، في بيع أرل مع تابعها، تابع الأرل بناء الشجر كل هذا ثمر غير مؤبر. إذن لو كان الثمر مؤبرا، مؤبر يعني ملقح فيه تلقيح، تلقيح معناه إدخال طلع الذكر في الأنثى. نعم، هكذا لو كان مؤبرا لا يكون شفاعة كما سيأتينا. فلا شفاعة في شجر أفرد بالبيع أو ببيع مغرسه فقط لا يكون، ولا في بئر، ولا يملك الشفيع إلا بلفظ كأخذت بالشفاعة مع بدل الثمن للمشتري. فإذن هكذا الشفيع يعني الشريك هو الشفيع، وهو كيف يملك بهذا اللفظ؟ يعني يقول ماذا يقول؟ أخذت بالشفاعة، لا حاجة إلى لفظ ولا قبول أو إلى إجابة من البائع الأول، بل هكذا يقول أخذت بالشفاعة.
مع بدل الثمن للمشتري، إذن هذا يكون بعد بيع الشريك حصته لرجل آخر. فإذن لو كان المشتري أدى الثمن، أقبل البائع الثمن، ماذا يفعل هذا الرجل؟ يعني هو يؤدي الثمن للمشتري الجديد، هكذا هو يخلص. لماذا هذه الشفاعة ثابتة؟ يعني عندما يباع لرجل جديد ممكن وهو يحتاج في مصالح إلى هذه الأرض، مثلا هذا مسيل أو هذا كذا أمور، وهو يحتاج إلى تجديدها وإلى الإنفاق في شأنها، لذلك أثبت الشارع حق الشفاعة. نعم.